سنينك. العالم كله كان متآمر على ثورتنا، انت الوحيد اللي وقفت جنبنا. وانا بشكرك دي بجد. البارحة سيدة البارحة البارحة سيدة نوارة نجم قلتي عام 52 وقف الشعب مع الجيش، والآن مطلوب أن يقف الجيش مع الشعب. تحققت أمنيتك الآن؟ الحمد لله الحمد لله. ولو دلوقتي أنا شايفة صواريخ تجتمع أهو، وإحنا الحمد لله هنعمل بلدنا زي ما إحنا عايزين إن شاء الله. هي الخطوة الأولى، إحنا لسه بإذن الله لما تنتقل السلطة للقضاء وبإذن الله نسكن لجنة ونعمل الدستور اللي يليق بينا ويليق بتاريخنا ويليق بالعالم العربي ويليق بمكانة مصر في العالم، مش بس في العالم العربي، في العالم وفي التاريخ. وإن شاء الله نعيش بقى زي الناس، لأننا قدمنا كتير وضحينا كتير. نعم، الزغرودة التي أطلقتها قبل بداية اللقاء، كل نساء مصر الآن يطلقنها؟ كل الناس بتزغرد في كلاكسات وبتعمل تلوث في إيه سامعين؟ في سياق ردود الفعل سيدة نوارة نجم، أنت أشرت إلى أن مصر حرة من جديد، نفس التعبير استعمله السيد محمد البرادعي، قال تم تحرير البلد. ووائل غنيم أحد وجوه هذه الثورة الشبابية قال مبروك لمصر، المجرم غادر القصر. هذا هو التعبير الذي استعمله وائل غنيم. أيضا في سياق ردود الفعل